بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي اليوم في لقائنا الثالث بإذن الله تبارك وتعالى ومحاضرتنا الثالثة، والتي بعنوان تخطيط الموارد البشرية من مقرر إدارة الموارد البشرية. عزيزي الدارس، بعد دراسة هذه الوحدة ينبغي أن تكون قادراً على أن تعرف مفهوم تخطيط الموارد البشرية، تبين أهمية تخطيط الموارد البشرية، توضح الترابط بين تخطيط الموارد البشرية والوظائف الأخرى، تعدد أهداف تخطيط الموارد البشرية، تسرد مقومات تخطيط الموارد البشرية، تشرح المشكلات الأساسية في تخطيط الموارد البشرية، تعدد الخطوات الأساسية ومراحل عملية تخطيط الموارد البشرية. مفهوم تخطيط الموارد البشرية هو ذلكم النشاط الذي تمارسه المنظمة لتحديد احتياجاتها المستقبلية من القوى العاملة من حيث الكم والنوع والتوقيت والمكان المناسب، وذلك من خلال توقع الطلب والعرض من العنصر البشري عن فترة زمنية مقبلة، عادة ما تكون سنة واحدة. ويمكن تعريف تخطيط الموارد البشرية كذلك بأنه وضع برنامج يبين حاجة المنظمة من الأفراد مع تصنيف احتياجاتها من حيث المهارات والتخصصات المطلوبة والعدد المطلوب من كل نوع من أنواع التخصص والوقت الذي ينبغي أن تتوافر فيه هذه الكفايات. من تعريفات أو من مفاهيم تخطيط الموارد البشرية، يقصد بتخطيط الموارد البشرية أنه تلك الجموع من الأفراد المؤهلين ذوي المهارات والقدرات المناسبة لأنواع معينة من الأعمال والراغبين في أداء تلك الأعمال بحماس واقتناع. ومن ذلك نتعرف على صفتين أساسيتين في تركيب الموارد البشرية، هما صفة القدرة على إدارة الأعمال وصفة الرغبة في أداء الأعمال، والصفتان متلازمتان ومتفاعلتان، بمعنى أنهما تكملان بعضهما البعض ولا غنى بأحدهما عن الأخرى. إن أداء العمل يتوقف إذن على التفاعل والتكامل بين قدرات الموارد البشرية ورغباتها في أداء العمل. يتضمن مفهوم تخطيط الموارد البشرية العناصر التالية: تحديد الأعمال أي الوظائف المطلوب تنفيذها في قطاع، جهاز، مؤسسة، هيئة، شركة محددة. تحديد المتطلبات أي القدرات والمهارات والإمكانيات الواجب توافرها في الفرد أو الأفراد حتى يمكنه القيام بهذه الأعمال، أي تحديد مواصفات الفرد. تحديد المواصفات النفسية والاجتماعية المناسبة التي تجعل الفرد أكثر استعداداً ورغبة في أداء الأعمال المطلوبة. تحديد المغريات والحوافز التي ترتبط بالعمل وتجذب الفرد إلى قبول العمل والإقبال عليه باقتناع وحماس. تحديد الأعداد المناسبة من الأفراد اللازمين لأداء حكم معين من العمل خلال فترة زمنية محددة. نأتي إلى أهمية تخطيط الموارد البشرية. يساعد تخطيط الموارد البشرية على منع ارتباكات فجائية في خط الإنتاج والتنفيذ الخاص بالمنظمة، وذلك لأنه يساعد على التعرف على مواطن العجز والفائض في القوة العاملة، ويهيئ هذا اتخاذ التدابير اللازمة مثل الاستغناء والنقل والترقية والتدريب. كذلك من أهمية تخطيط الموارد البشرية أنها تساعد في التخلص من الفائض وسد العجز، وبالتالي في ترشيد استخدام الموارد البشرية وتخفيض التكلفة الخاصة بالعمالة إلى حد أدنى. كذلك من أهمية تخطيط الموارد البشرية أنها تساعد على تخطيط المستقبل الوظيفي للعاملين، حيث يتضمن ذلك تحديد أنشطة التدريب والنقل والترقية لهم. كذلك من أهمية تخطيط الموارد البشرية
تحليل قوة العمل المتاحة على معرفة أسباب تركهم للخدمة أو بقائهم فيها ومدى رضائهم عن العمل، الحصول على أفضل الكفاءات بالكمية المطلوبة فعلا والتخلص من البطالة. يساعد كذلك التخطيط على يساعد المنظمة على إعداد الموازنة التقديرية للرواتب والأجور. نأتي إلى أهداف تخطيط الموارد البشرية. الأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال تخطيط الموارد البشرية على أساس التقدير الصحيح للاحتياجات من الموارد البشرية في ضوء حصر الموارد المتاحة، فعلا يمكن تحقيق الأهداف التالية: التنبؤ بالزيادة أو النقص المتوقع له حجم العمالة المستقبلية، تحديد متطلبات المشروع من العمالة وفي ضوئها تتم المساهمة في رسم سياسات الاختيار، التنبؤ بالتغيرات في المهارات والتخصصات في القوى العاملة في الفترة المستقبلية، تحقيق أهداف التنظيم من خلال الاستخدام الأمثل للعاملين، تحقيق حالة من التوازن بين العرض من الموارد البشرية والطلب عليها. علاقة تخطيط الموارد البشرية بالوظائف الأخرى الذي هي الوظائف الأخرى التي هي الإعداد والتدريب وتقييم كفاءة الأداء والتوصيف الوظيفي والاستقطاب والاختيار وتحليل وتقييم العمل. نأتي إلى أسئلة التقويم عن الجزء السابق من هذا اللقاء. ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات التالية: يعرف تخطيط الموارد البشرية بأنه هو ذلكم النشاط الذي تمارسه المنظمة لتحديد احتياجاتها الحالية من القوى العاملة من حيث الكم والنوع والتوقيت والمكان المناسب. من عناصر مفهوم تخطيط الموارد البشرية القدرة والرغبة. من أهمية التخطيط الحصول على أفضل الكفاءات بالكمية المطلوبة فعلا والتخلص من البطالة. من أهداف التخطيط التنبؤ بالزيادة أو النقص المتوقع له حجم العمالة الحالية. اختر الإجابة الصحيحة من بين الخيارات المتعددة. يمكن تعريف تخطيط الموارد البشرية بأنه وضع برنامج يبين حاجة المنظمة من مع تصنيف احتياجاتها من حيث المهارات والتخصصات. اختر إحدى المفردات التالية: القوانين أم الأفراد أم الأهداف. السؤال الثاني: يساعد تخطيط الموارد البشرية على إعداد الموازنة التقديرية للرواتب. اختر إدارة الموارد البشرية، ضعها في مكان الفراغ أم المنظمة أم الأفراد. السؤال الثالث: تحقيق أهداف التنظيم من خلال ماذا؟ هل من خلال التخطيط أم من خلال وظائف التخطيط أم من خلال الاستخدام الأمثل للعاملين؟ نأتي إلى مقومات التخطيط. تخطيط الموارد البشرية: إن تخطيط الموارد البشرية كأي نوع من آخر من التخطيط يوضع في ضوء البيانات التي تصل إلى إدارة الموارد البشرية، وتتوقف فعالية التخطيط على كفاية هذه البيانات ودقتها. وواضح أنه إذا لم تتوفر البيانات الأساسية والمفهومة اللازمة للتخطيط أو كانت هذه البيانات غير دقيقة فإنه لا يرجى الوصول إلى خطة دقيقة. وبناء عليه فإن مقومات تخطيط الموارد البشرية هي كالتالي: 1- وضوح الأهداف الحالية والمستقبلية، وضوح كافة التخصصات في إدارة المنظمة، وضوح السياسات الإنتاجية ومنها المالية بصفة خاصة، وجود وصف تحليلي للوظائف، التغيرات المستقبلية للتكنولوجيا المستخدمة في المنظمة، وجود تنظيم إداري واضح، سرعة الإجراءات ووضوح الدورات المستندية، التشريعات العمالية المعمول بها. مشكلات التخطيط، أي مشكلات الأساسية في تخطيط الموارد البشرية: لا يمكن أن تمارس المنظمة نشاطها الاقتصادي وأن تستمر في هذا النشاط دون وجود تخطيط واضح للموارد البشرية خلال فترة زمنية متتالية، وقد تعددت الأسباب التي تؤدي إلى فشل هذا التخطيط. هذا وقد يترتب على سوء أو غياب عملية التخطيط المشكلات التالية: وجود فائض في القوى البشرية في بعض الوظائف، ووجود عجز في وظائف أخرى،
تعطيل الطاقات الإنتاجية إثر استخدامها لعنصر العمل في حال وجود عجز في القوى البشرية، عدم تناسب القوى البشرية المختارة مع الاحتياجات الحقيقية من حيث النوعية والإعداد اللازمة، اضطرابات وظائف إدارة الأفراد، أي وكما ذكرنا في المحاضرة الأولى بأن إدارة الأفراد إحدى مسميات الموارد البشرية، اضطراب الأداء نتيجة الظروف المفاجئة لتغيرات الموارد البشرية والمتعلقة بالإحلال أو التركيبة الإنتاجية لهذه الموارد. خطوات تخطيط الموارد البشرية، هناك خطوات أساسية لابد لإدارة الموارد البشرية أن تسلكها. أولا، تحديد حجم المبيعات المتوقع تحقيقه خلال الفترة التي يعد عنها تخطيط الموارد البشرية، وكما ذكرنا في التعريف بأن الفترة قد تكون سنة وغالبا هي تكون سنة. رسم خطة وبرامج الإنتاج اللازمة لإنتاج حجم المبيعات المتوقع ولنفس الفترة المعد عنها التخطيط، تقدير الوظائف المطلوبة لتنفيذ البرامج الإنتاجية الذي يعكس تقدير العدد المطلوب من الموارد البشرية، تحليل معدلات الغياب ودوران العمل والإحلال، تحديد العدد المتاح من الموارد البشرية أثناء عملية التخطيط، مقارنة العدد المتاح من الموارد البشرية، اتخاذ القرارات التصحيحية الناتجة عن المقارنة. أسئلة التقويم. المجموعة الأولى، ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات التالية. من أهداف التخطيط أو تخطيط الموارد البشرية وضوح الأهداف الحالية والمستقبلية. ضع علامة صح أو علامة خطأ. إحدى مقومات تخطيط الموارد البشرية وجود وصف تحليلي للوظائف. السؤال الثالث، إحدى مشكلات التخطيط اضطراب وظائف إدارة الموارد البشرية. السؤال الرابع، من الخطوات الأساسية للتخطيط مقارنة العدد المطلوب بالمتاح من الموارد البشرية. المجموعة الثانية للتقويم، اختر الإجابة الصحيحة من بين الخيارات المتعددة. وضوح السياسات الإنتاجية ومنها نقط بصفة خاصة. اختر إحدى المفردات التالية: التخطيط، العمالية، المالية. من فراغ التخطيط، التشريعات العمالية المعمول بها، أهداف، مشكلات، مقومات، لا شيء مما سبق. السؤال الثالث، تحديد العدد المتاح من الموارد البشرية، فراغ عملية التخطيط، قبل، بعد، أثناء، لا شيء مما سبق. نأتي إلى مراحل تخطيط الموارد البشرية. المرحلة الأولى، مرحلة تحليل بيئة العمل، ومن الممكن في هذا المجال التفرقة بين استراتيجيات تنافسية يمكن للمنظمة تنفيذها وتؤثر بشكل مباشر على عملية تخطيط الموارد البشرية. وهذه الاستراتيجيات هي: أولا، استراتيجية النمو في استغلال العديد من الفرص المتاحة في سوق العمل مثل زيادة الطلب. الاستراتيجية الثانية، استراتيجية التقلص، تتجه إلى التخلص من بعض الخطوط أو خطوط الإنتاج أو الخدمات أو الأسواق. الاستراتيجية الثالثة، استراتيجية الاستقرار، وتهدف للحفاظ على الحصة السوقية الحالية أو تنميتها دون محاولة الدخول إلى أسواق جديدة. المرحلة الثانية من مراحل عملية تخطيط الموارد البشرية، التنبؤ بالطلب على الموارد البشرية. وفي هذه المرحلة هناك 4 أساليب أساسية يمكن الاعتماد عليها للتنبؤ باحتياجات المنظمة من العمالة، وهي: أولا، أسلوب تقدير الخبراء. ثانيا، العصف الذهني. ثالثا، أسلوب الجماعة الإسمية. رابعا، أسلوب دلفاي. المرحلة الثالثة من مراحل عملية تخطيط الموارد البشرية، تحليل المعروض من العمالة. وتهدف هذه المرحلة إلى الإجابة على السؤال التالي: ما هو حجم ونوع العمالة المتوفرة حاليا داخل وخارج المنظمة للوفاء بالاحتياجات المستقبلية؟ ومن الأسباب التي يمكن اتباعها للإجابة على هذا السؤال ما يلي: أسلوب مخزون المهارات، ويتم حصر العمالة كما ونوعا في العديد من المنظمات من خلال أسلوب مخزون المهارات بالنسبة للوظائف الإدارية، أو حصر الوظائف الإدارية من خلال أسلوب المهارات الإدارية.
المرحلة الرابعة من مراحل عملية التخطيط للموارد البشرية إعداد خطط العمل، وتعتمد هذه المرحلة على عدة عوامل، منها نوعية المهارات الوظيفية المطلوبة، المستوى الوظيفي المطلوب شغله، مدى الحاجة إلى شغل الوظيفة بشكل سريع، التكليف المصاحب لشغل الوظيفة داخليا وخارجيا. أسئلة التقويم: المجموعة الأولى، ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات التالية. استراتيجية النمو ضمن المرحلة الثانية من مراحل تخطيط الموارد البشرية. عدد مراحل تخطيط الموارد البشرية 3 مراحل. استراتيجية التقلص هي الحفاظ على الحصة السوقية الحالية. من أساليب مرحلة التنبؤ بالطلب للموارد البشرية العصف الذهني. المجموعة الثانية من أسئلة التقويم، اختر الإجابة الصحيحة من بين الخيارات المتعددة. باستغلال العديد من الفرص المتاحة في السوق مثل زيادة الطلب، هذا تعريف لإحدى الاستراتيجيات 3: استراتيجية التقلص، أم استراتيجية النمو، أم استراتيجية الاستقرار. السؤال الثاني من عوامل مرحلة التنبؤ بالطلب على الموارد البشرية العصف الذهني: استراتيجية الاستقرار، لا شيء مما سبق. السؤال الثالث: يتم حصر العمالة كما ونوعا في العديد من المنظمات. تخطيط الموارد أسلوب ديلفاي، أسلوب مخزون المهارات. نأتي إلى تكليف هذا اللقاء. مطلوب منك عزيزي الدارس بعد دراسة هذه الوحدة وبالرجوع إلى الكتاب المقرر، وضح العلاقة بين وظيفة تخطيط الموارد البشرية والوظائف الأخرى. اذكر مراحل عملية تخطيط الموارد البشرية مع شرح 2 منهما. وبهذا وصلنا إلى نهاية اللقاء الثالث. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.